رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تخطت 50 درجة مئوية، حريص البغداديون على الذهاب إلى حدائق الزوراء خلال أيام عيد الأضحى، فزيارة هذا المكان بات جزءاً من تقاليد وطقوس عيد الأضحى لديهم خلال 5 عقود. الحديقة تعد أكبر غطاء نباتي في العاصمة، حيث تبلغ مساحتها 700 دونم، ويزورها أكثر من 150,000 بغدادي يومياً خلال العيد للاستمتاع بمرافقها المتنوعة. العوائل والجهال وبيع حديقة حيوانات، واحد يباوع ويطب والجهال يتنفهون، يعني مكان آمن واحد يجي لهنا. وكان قديم معروف يعني من زمن أهلي أجدادي، فنجي هنا دائماً إحنا ناخذ حريتنا. الحدائق الموجودة، حديقة الحيوانات، البحيرة، الألعاب، فهي للأطفال، هي هم العائلة تأخذ راحتها. بيها شغلات حلوة ترفيهية وتونس وقديمة، والعوائل تجي بيها، وإحنا عوائل كنا جايين بيها والله. وتقع حديقة الزوراء في حي المنصور وسط بغداد، والتي شيدت مطلع 70ات القرن الماضي كمتنزه طبيعي يضم قرابة 500,000 شجرة متنوعة، فضلاً عن مدينة ألعاب وحديقة حيوانات. شيدت حديقة الزوراء أو متنزه الزوراء في عام 1970، وذلك في مكان يعني هو نفس المكان اللي كان معسكر الوشاش، معسكر عسكري اسمه معسكر الوشاش. هذا المعسكر تم نقله إلى منطقة التاجي، والحكومة العراقية آنذاك قررت تحويل هذا المعسكر إلى متنزه وطني كبير اسمه متنزه الزوراء. ومن بين المرافق التي توجد داخل هذا المتنزه قبة رصد فلكية وبرج سياحي كبير، جعلت من هذا المكان مقصدا رئيسا للعراقيين في جميع الأعياد والعطل الرسمية. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.